السلام عليكم خوتي، تحياتي لكم، سلامي لكم في كل قارة العالم. فيديو خفيف ظريف حول المعتقلين او الجزائريين الحراقه اللي قبضوهم في روسيا، وكما سمعت انهم كانوا رايحين لفنلندا. اتصلوا بي بعض العوائل تاعهم، كيف راح نديروهم، كيف راح نعاونوهم. خوتنا نصيحتي لكم، اي واحد يحب يحرق والله يحب يغامر، ماذا به يتحرر، كيف يغامر، لانه بعد ذلك راح يدير مشاكل لعائلته ويخلي والديه محيرين عليه. المهم خوتنا قولوا لنا كيف نديروا مع الخوا هذو، كاش حل يعني تشوفوه مليح، وبارك الله فيكم والسلام عليكم.